نحن اليوم بلشنا بالمنصة لتعبئة مادة البنزين عبر المنصة. ف يعني حقيقة كانت انطلاقة فيها شوية صعوبة، بس ولكن سرعان ما تحولت إلى سهلة بجهود القيمين على إدارة هذا الملف، وبنفس الوقت على كل الشباب اللي تعاونوا لحتى ينجحوا هذا المشروع. كانوا اللي حاطين سياراتهم من امبارح واول امبارح، فما عارفين بموضوع البونات، فعملنا استثناء اليوم حصرا، سحبنا كل السيارات من تحت وعملنا لهم بونات بالبلديه استثناء. من بكره بنتمنى على كل الناس ان يعبوا عبر المنصه، لانه ما عادش في بونات بالبلديه الا اللي بتوصلهم الرسائل النصيه ليجي يستلموا البون اللي معبين على المنصه، وما حدا يروح على محطه البنزين الا لتوصل الرسائل بالوقت اللي لازم يروح يعبي. يعني في وقت ليجي يستلم البون اللي مش مستلم البون بعد، بتجي رساله ثانيه لحتى يروح بالوقت المحدد على المحطه اللي هو مختارها. وبنفس الوقت انا بدي اتوجه كمان بجزيل الشكر لاصحاب المحطات اللي جاوبوا كلهم معنا ولبوا هذه الدعوه، مني مستعدين انه يتجاوبوا معنا لاقصى درجه. بدي يعني وجه ملاحظه لكل المحطات اللي هن بالقرى المجاوره، لكل المواطنين انه ما يصبوا كل الضغط علينا نحن، فخليهم يبلشوا بضيعنا بقران وبالمحطات لحتى نقدر نحن نوصل لشيء نموذجي وراقي. الالتزام بالدور هذا ضروري جدا، فعلينا نكون كلنا ايد وحده لحتى نكون عم نسجل افضل طريقه ورقي بموضوع البنزين. والله يعطيكم الف عافيه.